بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة بمعنى الحسن والضياء والجمال. يقال رجل وضيء، أي رجل وجهه حسن، ورجل ذو وضاءة، أي صاحب وجه مضيء وحسن. وشرعا عرف العلماء الوضوء بأنه غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لقصد الصلاة. غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لقصد الصلاة. يعني لو واحد قام من النوم الصبح وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه ولم ينوي، ما يبقاش وضوء. لو واحد غير مسلم وغسل هذه الأعضاء من غير نية لا يعتبر وضوء. رب العزة يقول في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعندنا في العبادات هتلاقي النية في كل عبادة، الوضوء نية، الصلاة نية، الغسل من الجنابة نية، التيمم نية، هتلاقي في حاجات كتير النية موجودة معانا. حتى حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا العلماء يدخل في ثلث الإسلام، وقيل يدخل في ثلث العلم. كل حاجة فيها نية. الإمام البخاري بدأ كتابه بالنية، الإمام مسلم بالنية، الإمام النووي في رياض الصالحين بالنية، الأربعين النووية بدأ فيها بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات. إيه حكم الوضوء؟ حكمه فرض لصحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأنا بينت قبل كده الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر من بول أو غائط أو فساء أو ضراط يتوضأ. عشان إيه؟ عشان يصلي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مقصود بأحدث هنا إيه؟ الحدث الأصغر. إنما الحدث الأكبر من الجنابة أو الاحتلام فإنه يجب فيه الغسل لأجل الطهارة. طيب، ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني لو أنت عايز تصلي، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللي أنا لسه قايله في التعريف: غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة للدخول في الصلاة ولقصد الصلاة. فضل الوضوء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يعني غرا؟ غرا اللي هو بيزيد عن مسح الوجه، يغسل وجهه ويحسن في غسل الوجه ويزيد عن غسل الوجه، يغسل وجهه كله ما زاد على فرض الوجه، والتحجيل ما زال على غسل اليد والقدم أو اليد والرجل، ما زاد على غسل الفرض من اليد والرجل، فده يسمى التحجيل. يجي يوم القيامة له علامة وله سيمة وله أمارة يعرف بها لأنه كان يسبغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، فذلكم الرباط.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إسباغ الوضوء على المكاره، زي الأيام اللي احنا فيها حاليا في البرد الشديد، تيجي تتوضأ في مكان ما فيهوش ماء دافئ ولا ماء ساخن فتقوم تتوضأ بماء بارد، هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره، وتتحمل هذا لتنال الأجر والثواب من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.